خرجنا من السجن شنق القلوب وما تخرج الحسن من طابها نمر على شفرات السيوف نمر على شفرات السيوف وناتي المهنية من بابها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شم الأنوف. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو البطل المناضل فؤاد عبد الله أحمد التركي، طبعا اختطفه الحوثيون جلس 3 سنين، توفى أبوهما في خلال 8 أيام بعد ما اختطفهما الحوثيين. تفاصيل كثيرة عن هذه القصة المأساوية والمؤلمة سيحكيها لنا. نرحب بك أخي فؤاد ضيف عزيز على شم الأنوف، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. بسم الله، السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورجي عرفنا وعرف المشاهدين أكثر عنك. الاسم فؤاد عبد الله أحمد التركي، محافظة عمران، مديرية شهارة، سكان الأمانة. طيب اختطفك الحوثيين من أين ومتى وفي أي يوم؟ والله تم الاختطاف من صنعاء من أمانة العاصمة من مقر عملي محلي. جولك من المقر عملك؟ لا المحل، هي كان محل مواد غذائية. أيوة. في جولة عندنا طاقم مركبين 12-7 وتقريبا فوق 13-14 فرد. ما هو العذر؟ ما قالوا لك؟ ما بشيء عذر وصلوا له عندي من يعني عادم بدمحذقوا. أنت فلان؟ قلت لهم ماشي من أجل وصل. قال أنت فلان الوجهلي؟ قلت لهم ماشي من أجل أنه قصدي أقول لا أنا فلان، أنا فهد التركي وهو المطلوب فهد التركي يعني. قلت لهم قالوا انت فلان؟ قلت لهم ماشي. قال ما اسمك؟ قلت من بتدور انتم بالضبط يعني؟ ما الذي تشتوا؟ قالوا شي فهد التركي. قلت انا فهد التركي، اي خدمات؟ قالوا اطلع معنا القسم 5 دقائق ونرجعك. على كيف حجتك ابي حتى اصلا ما بش في بالي اني اعتقال واختطاف و ما قد شيء. الدنيا سلامات، انا انسان طلب الله في محلي. ما قالوا 5 دقائق ونرجعك وكذا. وجا الوالد بيقول ما يطلعش وكذا الله يرحمه. قال انا اطلع بدل ولدي، ايش الذي عمله؟ ايش كذا ابني جالس طالب الله في المحل؟ قالوا ماشي ما بالله يطلع هو، ما بالله كذا، ما بالله. قال ابدا والله ما يطلع، ما طلع الا انا. قالوا ما بالله اذا انت اطلع ما طلعت. فقلت للوالد ما بيش داعي يعني انا داري. وابو كم كان عمره الوالد؟ تقريبا في الخمسينات، عنده شباب. ايوه ف قلت للوالد خلاص ما بيش داعي يعني انا ما بيش علي شيء، اشوف ما الذي يشتم مني في القسم وارجع ان شاء الله يعني. فأخذوني فوق الطاق، توجهوا بي طبعا مباشرة للمنطقة الخامسة. وصلت المنطقة الخامسة على طول البدروم الانفرادي زنزانة بدون أي ما بش تحقيق ولا ليش ولا أي شيء ولا شيء. هذا تقريبا وقت صلاة الظهر. دخلت الزنزانة يعني يمكن نص ساعة أو كذا، دخلوا جنبي واحد تقريبا نوحوثي. وصل مثل الذي بيبكي، مثل الذي انا شلوني انا من الجوف انا مدري ما هو انا اسير. يرعبك؟ يرعبني او ياخذ معلومات. ايوه يعني انا من الجوف انا. وصلى يا رسول الله ما الذي بقلقك يعني؟ ما لك ذا الحين ما الذي تشتيه؟ قال يا اخي علم الله كم عني جلس، علم الله ما يفعلوا بنا. ما بدا بدينا علي يعني اين المشكله؟ انت ادمي انت. فالاخير يعني جاءوا الامور حازقه وكذا، ما بالله هدا ساعة ساعتين كذا، وبدأ إيش جابرني ليش شلوك؟ ما تهمتك ما كذا ما. قلت له أنت موكل بالتحقيق الآن ولا؟ قال ماشي أنا أخذوني من الجوف أنا أسير أنا. قلنا الله يفك أسرك ما بيش داعي للهدرة، كما خارج إحنا نتجابرنا وأنت براحتك. جلست تقريبا لنصف الليل، استدعوني فك الرمز حق التلفون، فك الكذا، فكينا لهم الرمز طبيعي يعني ما بيش حاجة. تقريبا ساعة ساعة ونص واستدعوني. جي فتشوا تلفونك؟ أيوه. لقيوا معي صورة الشهيد أحمد الرجوي رحمة الله تقشاه. الله يرحمه. وهذا منو؟ قلنا هذا استشهد وكذا، هو استشهد في مأرب في الجفينة بداية الأحداث يعني في 2000 نهاية 2015. وليش في تلفونك؟ قلنا يا أخي هذا صديقي من الحارة يعني ما بش حاجة، وبعدها صور في المجموعات في الكذا في ما عملك معه؟ ما يا هذا صغير في السن يعني ما عملي معي يعني ما. الشهيد الله يرحمه كان عدو صغير في السن، فغيروا يعني بدأوا يتوغلوا شوي شوي في التحقيق انه ما علاقتك بحميد الاحمر، ما علاقتك بتوكل كرمال،
من هو حميد الأحمر؟ من تأكل كرمان؟ ما تعرف أم ولا يا أخي. أنا إنسان طالب الله في دكاني بكمل قدم الرز بكمل قدم السكر، ما أبيش حاجة الدنيا سلامات. ما المهم أنت يا داعشي، أنت يا فاعل، أنت يا تارك، أنت كذا. أخذ وعضاء يعني، واستمر التحقيق تقريبا إلى الساعة الثالثة أو الرابعة ما تقريبا يعني، أنا تقريبا فجرا، وتم نقلي بعدها مباشرة للاحتياطي. احتياطي هبرة جوار ما بينهم إلا السور، جوار المنطقة الخامسة. تم إيداعي هناك، دخلت الزنزانة يومين أو ثلاثة أيام إخفاء، ونقلوني بعدها إلى عنبر رقم واحد. أول ما وصلت عند الشباب يعني، أول ما شفت وجيههم استبشرت كلهم يعني، من بعد الإخفاء ثلاثة أيام وكذا يعني، كأني خرجت وما أعرفهم من أول ولا أعرف فرد، بس باين من وجيههم أنهم أتقياء صور رضية يعني. وصلت عندهم رحبوا بي وكذا، واحد من الشباب الله يبارك فيه وصل قال أنت جاوة أنت كذا، ويخرج لي من تحت الفرش وتحت البطانية وكذا، يخرج لي كدمة فيها شوية حلاوة، ما أدري كم قد لها يومين ثلاثة أيام مخبايا معه يعني. خذا أنت جاوة أنت كذا، استغربت يعني من كم لهم من الأكل كم لهم من الشرب. ففعلا يعني كان الأمور عندهم جعجعة وأكل ما فيش، كان يصرفوا لنا أربع كدم تقريبا في اليوم بالكامل، صباح وغدا وعشاء. دبر نفسك تصبح بهن ولا تغدى بهن ولا تعشى بهن. وكانت الأمور التغذية سيئة جدا يعني، مرة يدي لك صحن فول كله ماء وداخلها البوش حق الشقارة وكذا لثلاثين لاثنين وثلاثين، وما بش الله صحن حاجة بسيطة يعني. وقت الظهر يدي لك رز قد يابس وكذا، وربع دجاجة لثلاثين نفر يعني. و يعني تجي العشية تشيد رقد، المكان ضيق جدا يعني، 32 33 توصل العنبر. وكم مساحته؟ مساحته ما تتجاوز يمكن 8 متر 7 متر. واحنا 32 33 احيانا يوصلوا ل 40 في العنبر الواحد. فكانت الامور سيئه يعني جدا. تجي تشيد رقد ما بيش فرش ما بيش بطانيه ما بيش كذا ما بيش، لا اذا معك جاكيت اعتقلك بجاكيت او بكوت او كذا تطرح تحت ظهرك وترقد، وايام برد وايام كذا. كل هذا ليش لك انت يعني؟ ما حققوا معك انت؟ مش لي انا بالضبط، للناس كلهم هذا الكلام. بس الحين يعني احنا في قصتك انت يعني، ما هو داعي اختطافك عندما حققوا معك؟ ما كان يقولوا لك؟ ما بش اي رؤيه واضحه امامهم ولا اي تهمه يعني. في الاخير بعد ما الناس يراجعوا ويدفعوا مئات الالاف يرجع يقول لك تحفظ. تحفظ على ايش؟ تحفظ من من؟ على ايش تحفظ عليه؟ أنت خايف من الشخص هذا يعني؟ هذا الفترة بكله وما حققوش معاك، ما قالوا لكش ليش؟ أول تحقيق بعد 7 أشهر من الاعتقال. 7 أشهر وانت ولا كلمة ما بلا التحقيق حق أول ليلة فقط، حق التلفون. وبعدها 7 أشهر وتم التحقيق الأول، أخذ بيانات، اسمك، ليش حبسوك يعني، يرجع يوجه لي السؤال ليش حبسوك، ما تهمتك أنت يعني داعشي أنت كذا أنت، يحاول انه يستجير منك احكي لي قصه حياتك من بدايتها يعني. ما هي قصه حياتي؟ درست كملت خرجت رجعت المحل. قال لا ما بالله، من صف اول وين درست ومن درسك ودرست تحفيظ قبل ما تدرس صف اول، وكم انت حافظ وما انت حافظ، ومن درسك وين درست يعني، من هذه الاسئله الاستفزازيه. في طول التحقيق قدر الاستطاعه ويعني وكلمات بذيئه. واثناء التحقيق كان تعذيب؟ هل لقيت تعذيب؟ كله على كيف، على كيف المشرف، على كيف المحققي. ايوه، لانه احيانا التحقيق يبدا من عصر ما ينتهي الا الساعه 3 4 الفجر. الله الله. ايوه، وتخرج من التحقيق ومشان داري ما هي تهمتك ولا ما هو الذي ما هو الذي تغمى عليك. طبعا مغمين عليك طبيعي هذا الكلام، عيونك مربطات، يديك للخلف، انت مسنب جالس، سنب اطلع انزل يعني. هذه الاجراءات عندهم روتينيه، ويستخدموا بعض يعني اذا ما جابهمش الجواب يعني يقوم يفعل له هزات، ذاك مزاب، إهانات، من هذا الكلام يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. وبعض المعتقلين يعني استخدموا معهم في التحقيق شواية، يسموها شواية، هذا استخدموا مع الشهيد رحمة الله تغشى علي الهدادي، الأخ الفاضل رحمة الله تغشى الأخ علي الهدادي، هذا يعني أوغلوا في تعذيبه. كانوا يجمعوا يد مع رجله ويكلبشون ويدخلوا حديدة ويدرحوا بين اثنين سلامات، يقلبوا رأس وظهر للخلف وهو مربط على الحديدة اليوم ليومين. طبعا حصل فيه انزلاق في ظهره تقريبا، وصل مأرب استشهد ولا زال يعاني من المشكلة هذه رحمة الله تغشى الله يرحمه.
أنت توفى أبوك ووالدتك تأثرنا عليك. الله يرحمه. طيب أنا أستسمحك أخرج فاصل، وبعد الفاصل تحكي لنا قصة والديك رحمهم الله. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نواصل حديثنا مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم المناضل، المناضل فؤاد التركي، كونوا معنا. عدنا إليكم مجددا مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بك أخي فؤاد. كنا قبل الفاصل نتكلم عن والديك رحمهم الله. أول شيء لو تحكي لنا أول ما زاروك وأنت في السجن أبوك وأمك. أول زيارة تمت بعد الاختطاف تقريبا بحوالي شهر، يعني من الإخفاء القسري والكذا. زاروني الوالد والوالدة وكذا، كان الأمور طيبة. وقبلهم زارتني زوجتي مع أخوها طبعا، لأن أخوها كان يعرف واحد من الشباب وكذا، واحد من الحوثة وكذا، وفكوا الزيارة لهم. الوالد والوالدة زاروني، فالحمد لله رب العالمين. أنا تفاجأت يعني من صبرهم ومن رباطة جعشهم وكذا. اثبت يا ولدي أنت على الحق، أنت في الطريق هذا كذا، هي يعني ما خسرنا فيك تربيتنا وكذا، وأنت الآن تدفع ضريبة الطريق الذي سلكتها أنت، فلا تكون قند، والله عز وجل مطلع على كل شيء وسيكتب أجرنا وأجرك يعني، فلا توطي رأسك لأحد يعني، ولا تعطي الدنيا في دينك لأحد مهما كان الأمر، مهما استعصى عليك الأمر، مهما طالت الفترة. هذا في أول شهر طبعا، فأنت في الطريق الحق، وأخوانك الفلسطينيين والمصريين سبقوك بهذا الكلام يعني، ماشي أنت أول واحد ولا آخر واحد، وأحمد الله أن الله عز وجل اختارك لهذا الشرف الذي اختارك له. ونصايح الوالد في كل زيارة كانت صراحة يعني كانت دفعة، يعني أتزود بها طول الأسبوع من رباطة الجيش ومن القوة والثبات الذي كان في قلب والدي الله يرحمهم. وكذلك الوالدة برغم أني يعني كانت أشوف الحزن والألم في عينيها، ما كان يبينوا عليك في عينيها، لكن مع ذلك ما شاء الله يعني الله يرحمهم أدوا واجبهم ورسالتهم تجاهي بكامل بوجهها الكامل. طيب كيف حصل وفاتهم؟ والله بالنسبة للوفاة، أنا بالنسبة لي توفوا علي خمسة وأنا في السجن، خمسة أعزاء. أولهم عمي شقيق الوالد، عمي عبد الرحمن رحمة الله يتغشاه، طبعا توفى في 29 رمضان 2016 رحمه الله. وكان مريض؟ كان عنده يشكو من المرض رحمة الله تغشاه. والثاني الوالد في 29 رمضان السنة الثانية، في نفس اليوم؟ لا في نفس اليوم من العام. الوالد 27، الوالد 27 وعمي 29، يعني بعد بسنة تماما ويومين. الله يرحمه. والدك وقبله جدتي في 15 رمضان، في نفس السنة حق الوالد، 15 رمضان الوالدة جدتي، والوالد 27 رمضان، في نفس رمضان يعني. أيوه. وفي 9 شوال الوالدة رحمة الله تغشاه، في 7 شوال تلا وقعدت تلات عليك وانت داخل السجن. الحمد لله رب العالمين. وكذلك لحقتهم عمة الوالد الذي هي تعتبر بمثابة جدتي، الذي ربت الوالد وربت عمي عبد الرحمن واعتنت بأمورهم لأن الوالد كان يتيم. فالحمد لله رب العالمين، مرت علي الأحداث هذه، والله عز وجل يعني رزقني بإخوان في السجن ونعم الإخوان يعني صراحة. ثبتوك صبروك. الحمد لله رب العالمين. كانت بالنسبة لي السجن كانت مدرسة، وكانت يعني أنا أعتبرها بالنسبة لي أفضل 3 سنوات في حياتي من ناحية التربية ومن ناحية المعرفة التي عرفت فيها الناس. بالنسبة لوفاة والدك والدتك، هل كانوا متأثرين عليك أو كان يعني يشكو من مرض؟ بالنسبة للوالد 90% تأثر علي، لأنه هو توفى ليلة 27 من رمضان يوم الأربعاء. أنا قبلها يوم الاثنين أنه قلت للمستشفى، وجاز زارك وانت في المستشفى؟ كلورا. ايوه صبت بالكلورا واتصلت له وانا ماشي المستشفى، يعني صافوني على اني تعبان واني كلورا وكذا. هذيك الايام كانت متفشي الكلورا عندنا في السجن، ف جال السجن يشتي يزورني يشدي علاج يجي كذا، ما حد يعني سمح له بالزياره، ما كانش موعد الزياره وكذا، وابنك مش موجود، ابنك في المستشفى، ابنك ف
يوم ما توفى تقريبا الصلاة. ايش حصل له طيب بعد ما انت اتصلت له وهو بخير بتعافي؟ يعني حصل بعدها بيومين ذبحة سطرية، توفى على اثر ذبحة سطرية. الله يرحمه، رحمة الله يطرشه. طيب والدته كانت بخير متعافية؟ الوالدة آخر حياتها كان سرطان آخر سنة تقريبا. تأثرت أكثر شيء بعد ما توفى؟ تأثرت على زوجها وتأثرت عليها في السجن يعني، وأوضاعي كيف ستلقى النباء كذا، فما صمدت بعدها 9 أيام هذه أو 7 أيام كانت. ما زارتك شيء بعد وفاة أبوك؟ لا أصلا، لأنها كانت تعبة جدا، وفي نفس الوقت بفضل الله عز وجل أنا تواصلت معها آخر يوم في حياتها بالتلفون، فدعت لي وثنت علي وصبرتني، ويا ابني مش مشكلة، والوالد يعني تقبلها الله عز وجل في ليلة فضيلة، في صبر، أنت في بلاء، أنت في كذا، أنت في محنة، فما بشتاء إنك يعني تقنض أو تتسخط على الله عز وجل، فأردت أني أصبرها فتفاجأت بتصبيرها لي. صبرك. والحمد لله رب العالمين فزت بدعائها في آخر يوم من حياتها بفضل الله عز وجل، ولازلت أتلقى الخير الكثير بسبب رضاهم علي قبل موتهم بفضل الله عز وجل. الله يرحمهم يا أخي. الله يرحمهم. وأسأل الله أنه ينتقم من ظلمك. خيرة الله. طيب كيف قعدت قصة خروجك بعدين؟ قصة خروجي يعني الحوادث تفننوا في تعذيبي النفسي في وفاة الوالد. قبل وفاة الوالدة طبعا وعدوني وعد أني سأخرج يعني ليلة العيد. الوالد يعني حسسوك أنهم تأثروا عليك؟ أيوه. وتمت المراجعة وصدر أمر من يحيى الحوثي وصدر أمر من دريمي من مانوة، لأن الأهل كلهم تحركوا لمراجعتي وإخراجي من السجن يعني بسبب الظرف الذي عايشه، فوعدوني خلاص جهز أمورك أنت تخرج ليلة العيد. فمرت الأيام، بعدها الوالدة توفت اشتدت علي الأمور أكثر، بس سابع أيام العيد فوعدوني على أنه خلاص أمر فراجك يعني أيام وتخرج إن شاء الله وكذا، فظلوا على هذا الحال سنة ونص حتى من الله علي عز وجل بالأخوة الصادقين من في مارب، هم الذي تحركوا لقضيتي وهم الذي حسوا بوجعي وبألمي، ولم يتفننوا كما تفنن الحوثيين بوجعي بألامي، فبذلوا الغالي والرخيص وتم إخراجي بفضل الله عز وجل في صفقة تبادل يوم العيد بعد وفاة والدك بكم؟ بسنة ونص. رحمهم الله والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وانت اللي خرجت معاها ولا دفعوا ولا قبل؟ لا انا خرجت في 2018 في نهايه 2018 كانت. والان مستمر في مارب؟ والان مستمر في مارب الى ان يحكم الله من عنده حتى نعود صنعاء باذن الله عز وجل رافعين الرؤوس باذن الله. والفرج قرب والمطالبات من صنعاء والاتصالات كثيره وعود، ولكن انا اوجه رساله لمن يتصل لي ومن يعني سواء كان محب او شامت، لن اعود الى صنعاء الا في حالتين: الحالة الأولى رافع الرأس شامخ منتصر بفضل الله عز وجل، والحالة الثانية صورتي في الواتس شهيدا متقبلا عند الله عز وجل. ما عقد كفاتنا يصيروا علينا أنبل الشباب، أسأل الله أن يحفظكم وإن شاء الله ننتصر وأنتم بخير بإذن الله عز وجل، والنصر حليفنا. وربي يحفظ لك أهلك وولدك هذا الطيب محمد. تعال تعال تعال، كيف حالك يا بضل؟ كنت زور أبوك للسجن ها؟ ولعت كان صغير يعني سنتين مدرك، وكان يدخلوا لعندك يعني نادرا. ما شاء الله، ربي يحفظه لك. طيب احنا قد انتهى وقت حلقتنا، اذا عشي معك رساله تحب تقدمها لمن تحب تفضل. هي رسالتين: الرساله الاولى شكر وعرفان وامتنان لزوجتي الفاضله بسبب مواقفها وانا في السجن ومواقفها الكثيره يعني، وقفها مع الوالد مع الوالده مع في محنهم، وكذلك اخواني قبل السجن وبعد السجن يعني. والرساله الثانيه اوجهها للجيش الوطني على الثغور وعلى اطراف مارب، واقول لهم نصركم الله أيدكم الله، نحن معكم ولن نتزحزح من أماكننا في جبهات القتال، سواء إخوانكم في الأمن في المجمع أو نحن الجيش في المواقع في الثغور، لن نتزحزح قيد أرمنا، والنصر حليفنا بإذن الله عز وجل، وهذا وعد الله عز وجل ولن يخلف الله وعده مهما طالت الفترة، فالله عز وجل لا يطيلها إلا تصفية وتمحيص، والله عز وجل هو لن يعطينا النصر إلا وقت ما نستحقه بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا. تبقى فقط هدية بسيطة من هدية مقدمة من مؤسسة وطن، تفضل. وأيضا درع الحرية مقدم من قناة سهيل، تفضل.
قصتك مؤثرة يا أخي، رحم الله والديك وكل من فقدتهم، سأل الله أن يجمعك بهم في مستقر رحمته إن شاء الله. آمين. حفظ الله ولدك وزوجتك وجميع أهلك. حفظ الله الجميع، والشكر مقدم للأخ محمد الحاوري المبدع المتألق. الله يحفظك. والذي يحس بآلام المعتقلين وآلام أقل واجب. حفظك الله. شكر لك. الشكر لكم ولقناة لقناة سهيل وطاقمها المتميز والمتألق. شكرا. شكرا أيضا لكم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، ألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم شم الأنوف. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرجنا من السجن شم الأنوف، وما تخرج البسط من طابها، نمر على شفرات السيوف، نمر على شفرات السيوف، ونات المهنية من بابها، وناب الحياة إذا دنست بعصف الطغاة وإرهابها. ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حنانا بها، أنفنا الإقامة في أمة تداس بأقدام أربابها. كم حية تنطوي حولنا فننسل من بين أنيابها. يا ظالما لج في بطشه وداس البلاد وأخنا بها، ستلقى مغبة ما قد صنعت، ستلقى مغبة ما قد صنعت، وتجني المخالب من غابها.